بصي، احنا دايما يا ساري دايما دايما بنبقى فخورين جدا ببنات مصر اللي بيشرفونا في كل المجالات في العالم كله. يعني الحقيقة احنا دايما بيبقى عندنا أبطال أبطال في كل المجالات، تحديد في مجال الرياضة اللي بيرفعوا فيه اسم مصر وعالمها في كل البطولات الدولية. أنا فاكرة كنت بروح زمان أيام رياضة البارالمبيكس اللي هي بتاعت أصحاب زاوية الهمم. أصحاب الهمم بقى الحركية، يعني ساعة ما كان بيترفع الأولاد كانوا بيجيبوا بالتلاتين جايزة وأرقام واو قياسية يكسروها. ده الكلام ده بكلمك من 10 15 سنة أو أكتر كمان. فمش قادرة أقول لك إحساسك كان بيبقى إيه يا سالي. ألاقي دموعي دي نازلة لما تبص تلاقي الولد منهم مثلا حتى على كرسي أو في حاجة إنه يقف، يعني أو يبقى موجود في النص كده على حاجة عالية وحواليه اللي واخدين الفضيه واللي واخدين البرونزيه او البنت، يعني هم الولاد زي البنات كلهم كانوا بيجيبوا جوائز رهيبه يعني. وانهم يسمع تبص تلاقي علم مصر طلع الله وتسمعي النشيد الوطني بتاعنا الموسيقى، يا خبر تبص تلاقي دموعك نازله. أشعرت أصلا حتى والله يا بتتكلمي. والله يا ساري، يعني وانت بس بتتفرجي كده بقول لك تلاقي دموعك نازله غصب عنك. فولادنا بناتنا بالتحديد كمان دلوقتي بيعملوا لنا بطولات دولية. ده اللي عملته بطلتنا المصرية علياء صالح اللي يا دوب كده عمرها 19 سنة وقدرت انها تحصل على 6 ميداليات منهم 4 ميداليات ذهبية في منافسات بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي. اهي شايفة هي في النص كده هو. وانها تتأهل علياء بقت مؤهلة دلوقتي لأولمبياد باريس سنة 24 السنة دي إن شاء الله، اللي إن شاء الله هتشرف مصر فيها ويرتفع علم مصر وتسمعي الموسيقى الجميلة المحببة لنفوسنا جميعا وهي بتفوز. يا رب تفوز يا في رب الأولمبياد آمين. كمان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن بطولة أفريقيا اللي هي لسه مخلصاها دلوقتي، وكمان هي إزاي بتحضر نفسها للأولمبياد اللي جاي ده. هو مساء الخير يا علياء. علياء مساء الخير. انت معانا زوم، انا مش شايفه الصوره. علياء انا عايزه اشوف علياء، مش عايزه اكلمها بس في التليفون. ما في طيب هنشوفها دلوقتي يعني على طول. هنقول لك بقى ايه، نقول لها الف مبروك. الف بقى. الف الف مبروك يا علياء. الله يبارك فيكم. ميرسي. الف مبروك يا علياء، رفعتي راس مصر ورفعتي راسنا كلنا. وعايزين نعرف الحمد. من المنافسات بقى اللي كنت فيها الروشتة بتاعتك ايه؟ انه ما شاء الله الله اكبر الله اكبر، تحصلي على 6 ميداليات في البطولة ومنهم 4 ذهبية. انا الحمد لله، يعني قبل ما ابتدي احب اشكر طبعا الاتحاد المصري ونادي الجزيرة الرياضي اللي رباني من وانا صغيرة، ومدربتي اللي بقى لها 9 سنين بتمرني مصنوع حسام، وطبعا مدرب الفتنس كابتن محمود سراج، لان هما دول اللي ساعدوني طبعا ان انا اقدر ارفع علم مصر 4 مرات في البطولة اللي فاتت. وانا الحمد لله كانت الفترة اللي فاتت طبعا صعبة جدا قبل الافريقية، لان في تمارين كتير جدا ومعسكرات وبطولات اعداد وكده، بس الحمد لله الفترة اللي فاتت عدت على خير، والحمد لله قدرت ان انا اتأهل للأولمبيكس الجاية ان شاء الله. علياء دي طبعا مش المرة الأولى اللي بتشاركي فيها في بطولة أفريقيا، وإنك تتأهلي للأولمبياد دي حاجة مهمة جدا يعني. بس المرة دي أنت شاركتي فردي مش بس في المجموعات، ها؟ مش بس ضمن مجموعة. احكي لنا أكتر عن البطولات اللي شاركتي فيها قبل كده. ايوه ادينا شايفينك يا علياء. اهلا اهلا. زي القمر ما شاء الله. زي القمر يا حبيبتي. دي كتكوته ما 19 سنه. أنا دي البطولة الأفريقية رقم 5 بالنسبة لي، وأنا شاركت طبعا في بطولات كتيرة قوي دولية، منهم 3 بطولات عالم وكؤوس عالم كتير. وأنا برضو السنة دي في بطولة الجمهورية حصلت على المركز الأول، وهي دي اللي أهلتني للأفريقية اللي كانت في رواندا. الجمباز الإيقاعي من الرياضات الصعبة، يعني مش حاجة سهلة خالص، وخصوصا كمان للسن الصغير اللي هو بيبقاش فاهم قوي هو بيتمرن عشان يعني بيبقى تعبان ومواعيد التمرين والحركات. قوليلنا بقى
التمرين بتاعك بتتمرني قد ايه تقريبا؟ قولي لنا بالصعوبة اللي واجهتيها في التمرينات. أنا بتمرن كل يوم 6 مرات كل في يوم الأسبوع، بتمرن من 6 ل 8 ساعات في اليوم. يا يا خبر حبيبتي أبيض، 6 ل 8 ساعات؟ ده احنا نعمل نص ساعة. بصي عليها احنا بقى نص ساعة، يقولوا لنا امشوا بس نص ساعة، نص ساعة عايزين نقالة تيجي تشيلنا بعديها. ربنا يديك الصحة ويوفقك دايما يا علياء. احكي لنا بقى 6 ل 8 ساعات في اليوم. احنا بنتمرن العدد ده لان الرياضة بتاعت الجمباز الايقاعي بالذات هي رياضة بتعتمد على المرونات الجامدة واللياقة البدنية. طبعا لازم يكون في فتنس، ولازم ان انا طبعا اشكر مدرب الفتنس بتاعي لان هو يعني استحمل طبعا تمارين كتير جدا معايا. ومدربتي اللي بقالها 9 سنين مسنوع حسام هي اكتر واحدة ساعدتني الفترة اللي فاتت ودعمتني جامد قوي، لان الفترة بيبقى فيها طبعا ups and downs في التمارين، لان بيبقى في مواقف مثلا التمارين بتطول او كده. فهي دايما مدربتي دايما هي اللي كانت بتشجعني وبتقف جنبي ان احنا نقدر نكمل ونعدي المرحلة الصعبة في التمارين والمعسكرات والبطولات وكده. فالحمد لله كانت يعني اعداد كويس قوي، ويعني كان في فريق ورايا هو اللي بيزقني ان انا اقدر اوصل للمركز اللي انا وصلته الحمد لله. ما شاء طب الله. علياء، يعني انا عايزه اعرف، انت بتروحي المدرسه ولا انت دخلتي الجامعه ولا حكايتك ايه؟ انا دخلت الجامعة، انا تاني سنة في الجامعة. ما شاء الله. في كليه ايه بقى بتدرسي ايه؟ أنا في نيو جيزة بدرس أركيتكتشر. يا ولد هندسه. ها يا ولد، ده كمان ما شاء هتبقى الله. البشمهندسه عليا. طب ازاي 6 ل 8 ساعات؟ طب ايام المدرسه بيبقى فيه ايه يا علياء يعني؟ أنا كنت يعني قلت للجامعة إن أنا بشارك في بطولات وبسافر وكده، فهما بس كان عندهم مشكلة في موضوع الأتندنس، إن أنا الحضور، إن أنا لازم أكون حاضرة في حاجات معينة. فاضطريت ان انا السمستر ده اعمل له فريز، يعني ان انا ما اروحش خالص، وان انا اعوضه السمستر الجاي يعني الترم الجاي هقدر ان انا اخد كل الكورسز والمواد اللي فاتتني في السمستر ده، بس يعني هتاخر سمستر واحد في الجامعه. اوكي. بسيطة. وانت مستعجله على الشغل ليه؟ مستعجله على التخرج ليه حبيبتي؟ ها؟ يعني العمل اللي بتأديه وتشريفك لمصر كلها ورفع العلم وسماع الموسيقى النشيد الوطني بتاعنا بتسوى مليون ترم بصراحة ربنا يعني. طبعا مش كده؟ طبعا بيبقى طبعا. طب هقول لنا بقى، انت يعني انت داخله على الاولمبياد، هل يعني هل مرحلة أصعب كتير أكيد من بطولة أفريقيا بس، ولا هي نفس الشيء ولا إيه؟ هي الأولمبيكس طبعا يعني اللي أنا طلعت أول في أفريقيا ده مش النهاية خالص، هي دي البداية، يعني دي أول خطوة لنجاحات وإنجازات في الأولمبيكس إن شاء الله. يعني مش المفروض إن احنا نقف إن احنا مبسوطين إن احنا طلعنا أول في أفريقيا، لا طبعا لازم إن احنا نطلع نعمل أداء مشرف جدا لبلدي ولوطني ولكل الناس اللي بيشجعوني وبيدعموني. فلازم طبعا أتمرن كويس جدا، وإن أنا أتعد اعداد رهيب وتمارين كويسة عشان اقدر ان انا اشرف اسم بلدي. انت يعني في الاولمبياد انت ضمن مجموعه ولا فردي يا علياء؟ فردي. فردي. مش عارفه ندعي لك ازاي. هو امتى؟ هو سنه 24 السنه دي، بس في شهر ايه يا علياء؟ هي الاولمبيكس بتبتدي من اخر جولاي لغاية اول اوغست، واحنا الجمباز الايقاعي هيلعب يوم 8 ويوم 9 ان شاء الله. ان شاء الله. اغسطس ولا يوليا؟ أغسطس إن اغسطس. شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وهنشوفك بقى ان شاء الله في مصر وانت مشاركه، ولا ده الحاجات دي ما بتبقاش، بتبقى يعني في شركات شارياها ويبقى في فلوس واشتراك في قنوات معينه وكده، ما تعرفيش؟ مش متأكدة قوي، بس يعني تقريبا بيبقى فيه لينكس بتتبعت للبطولة طبعا إن ممكن الناس كلها تتفرج عليها. يا رب احنا عايزين نتفرج عليك وعايزين نشجعك من مواقعنا واحنا قاعدين على الكنبة ومستريحين. يعني ان شاء الله ان شاء الله كل تمنياتنا ليكي بتألق ونجاح، وترفعي اسم مصر دايما عالي يا علياء. ان شاء الله يا رب. شكرا مبروك يا ليكي. علياء، مبروك، شرفتينا جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله لما تاخدي الاولمبياد تبقي معانا بقى في الاستوديو المره الجايه ان شاء الله. أوي ليك، ميرسي ميرسي ليكي يا علياء.